انا سميتي زهره كنسكن في درب ميله كنسكن في درب ميله في عمر ملو خطاب زنقه 19 انا جيت كنبغي نحكي لكم المعاناه ديالي اللي كان نعاني بها انا ساكنه هنا في درب ميله جات الام ديالي شي اكثر من 40 سنه وهي هنا في درب ميله كانت الام ديالي كان الاب ديالي من حنا مجموعين من واحد الاسره يعني كان الاب ديالي خدام كانت الام ديالي انا خدامه في الديور كان منين انا كبرت شويه خرجت كنخدم خدمت فحال هكا جلست الام ديالي حيت مرضات ولا عندها السكر ولات كتعاني من واحد الرجل مابقاش كتمشي فيها بزاف الاب ديالي وليت كنخدم انا وياه الاب ديالي ولا كخدام في الزقه 18 عساس على الحوان ديال التمر بقى بحال ما هكاك الاب ديالي كيخدم انا خدامه كنتعاونوا باش ما قسم الله وداكشي ما كناش يعني ما كناش كنظنوا بزاف الحوايج غادي يوقعوا لنا ولكن الحياه هي هذه الاب ديالي مرض جاه مرض السرطان مرض فيها الاب ديالي يعني ما طولش معنا بزاف مات الله يرحمه بقات الام ديالي كتعاني بقيت كنخليها كنمشي نخدم ملي كانت سميتو واحد شويه مشى لها الشوف ديالها ملي مشى لها الشوف ديالها بعنا بزاف الحوايج ما عندنا بعنا بزاف الحوايج ما اللي كانت كتشري ملي كنا خدامين وداكشي باش نديروا لها واحد العمليه لعينيها باش تعود تشوف ملي مشينا عند واحد الدكتور كيقولوا لي العسكري مشينا عنده داكشي قالوا لنا طلب منها 2 مليون من طلب منا 2 مليون انا ما قديناش نجمعوا داك المبلغ ديال 2 مليون بقات الام ديالي قالت لي صافي خلي مدام انت معايا كان ماطي ليا داكشي انت يا عيني داكشي بقينا هكاك بقيت خدامه داكشي وليت كنجي في العشيه عباش كنبدل ليها كندير ليها واحد شويه مابقاتش كتنوض ولات مشله مابقاتش كتنوض برجليها بجوج ولات متقاعده مابقيتش كنقدر نمشي نخدم صافي جلست من الخدمه بقيت مقابلاها ما لقيتش اللي غادي يصرف علينا ما لقيتش صافي وليت كنجلس في الزنقه قدام باب ديال دارنا بعيده منه شويه قدام باب ديال جيت الشارع اذا باش كنطلب الناس اللي كيدوزوا من تما كيعرفوني ما خدام عليا حد الاب ديالي توفى ام ديالي دابا حاليا ولات كت مرضات مرض الكلاوي ولات كتصفي ولات كدير الدياليز في جمعيه الامل انا واخا هكا كتشوفوني مريضه انايا بمرض السمنه كما كتشوفوا انايا بحال ما هكا رغم ذلك واقفه مع الام ديالي ما كاينش انا كنقول سامحه في راسي انا على قلب الام ديالي انا بعد ما راسي كنبغي نوض عندي صعوبه فاش كنوض بحال كدابا انا جالسه ما كنوضش بالزربه خاصني على شحال باش كنوض باش كنوقف ركابيه باش كنوقف الا شربت ربما بعض المرات كنشرب فاني داك ديكلو باش رجليا ركابيه ما يبقاوش ضاريني باش نوقف باش نعود نمشي نهبط ومني كنبغي نهبط في الدروج صعوبه باش كنهبط صعوبه باش كنطلع على شحال عاد كنطلع كنوصل ولا بغيت نهبط كنهبط غير برجل وحده حيت ما كنقدرش نتنيهم بجوج ونهبط عندي مشكله في الطلعه وفي النزله وحتى ملي كنبغي نشقى في الدار هنا ولا هادي خاصني نبقى جالسه ونشقى ما كنقدرش نوض ونجلس باش كنشقى كيطلعوا واحد الدراري ولا الجيران هنايا باش كيعاونوني كنشقى وكيماطيو ليا وكيتسخروا ليا ولا خويا بعض المرات كيماطي ليا ويتسخر ليا وقف معايا الدكتور وقف معايا السي فوزي الله يرحم بها الوالدين وقف معايا مسيد الحي عطاوني واحد المبلغ واحد الورقه ومشيت دفعتها للدكتور تيازي من مشيت عند الدكتور تيازي عبرني قال لي داكشي سانتيم وهذا وقال لي راه خاصك واحد البراوات غنبداو معكم من الاولين وطلب مني واحد المبلغ انا ما قديتش عليه عطاني واحد الورقه بان في هذاك المبلغ ديال 2 مليون ديال قال لي الحكم غنبدا معك بواحد البراوات وهذيك الورقه هزيتها وديتها سميتو ديتها للجمعيه اللي عطاوني الفلوس من جمعيه الامل ملي كان مسيد الحي وقال لي انا غادي نتناقش مع هذا الموضوع مع السي فوزي وقيل ربما انه نساء او هذا ما عرفتش اشنو طار به وانا ما عنديش شي ناس اخرين اللي غيعاونوني في ديك 2 مليون باش غادي نمشي ندير هذوك البراوات باش هو من بعد هذوك البراوات قال لي غندير لك العمليه سميتو ولكن ما عرفتش مبلغ ديال العمليه شحال ما بقيتش مشيت عنده حيت هما فاش قال لي غادي نتناقش في هذا الموضوع بقيت كنسولهم فما كنبغي ندخل لهم على شي نسولهم كنلقاهم عندهم اجتماع هذا كيكون ما مسالينش صافي هذيك بقيت فحال ما كتجا هذا الوباء حتى ما بقيتش كنسولهم ما بقاش مسيد الحي تما بقى كاين غا السي فوزي وكاينه واحد المديره جديده جابوها دابا انا كنطلب من هذا المنبر هذا كنطلب دكتور تيازي
الله يخلي لينا. انا كنشوفه انه كيعاون الناس بزاف، كنطلب منه انه يشوفني انا ويشوف من حالي باش انا نرجع كيف كنت في الاول، وباش نوقفت انا على نوقف كيف ما كنت ونعاود نتحرك كيف ما كنت بسرعه باش نعاون الام ديالي، باش حتى هي باقا محتاجه ليا. ومحمد السادس الله ينصره حتى هو يعاونني ويشوف من حالي ويشوف من هذا الشيء انا اللي كنعيش فيه، ومنين ندير انا شفت نقدر نخدم نقدر هذا، ولكن رغم انني انا غنخدم ما كاينش اللي غيماطي الام ديالي حتى كاسه الماء، حيت راها ما كتشوفش ما كتنوضش، حتى الطواليت هي الاخرى ما كتمشيش ليها. انا كنشري لها ليكوش، كنشري لها الدواء، كنشري لها كل شيء اللي كتحتاجه، بعض المرات كنبقى انا بلاش وهي كتبقى كنبقاي بلاش حيت ما كتشوف ما والو. انا هي عينها، انا ما كتشوف ما حتى حاجه، انا هي عينها، انا هي كلشي. وكنطلب منكم، كنطلب من محمد السادس، كنطلب من دكتور تازي، كنطلب من المحسنين، كنطلب من سي الحاج فوزي، انه كنطلب من الجمعيات يشوفوا من حالي ويشوفوني انا راه كنتمحل مع الام ديالي وحنوا علينا، رحنا محنين في هاد الدار هادي كتصب علينا الشتا وكتنفزقو كنا، وكتدخل لنا الما حتى لداخل، ويديروا لنا شي سكينه لتحت اللي مابقاوش نتعذبوا ومابقاوش هذا، ودنا شي مدخول اللي نولوا نصرفوا منه ونشري منه الماء ونخلص منه الماء والضوء، لا داروا لنا شي سكنه ويخلص به الدواء ويخلص ليكوش. الله يجازيكم بخير، هادشي اللي كنطلب منكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.